هذا المشروع يعني بنى بتبرعات ناس موجودين بالداخل السوري وناس برا سوريا وحتى ناس ما من سوريين وناس أجانب كرمال أطفالنا، الأطفال اللي التهينا عنهم بسبب النزوح وبسبب القصف وبسبب المعاناة والألم، التهينا بالاستجابة لشغلات تانية للأسف فأصرنا معهم بالتعليم. فهذا الصرح يعني كان تصميم وتنفيذ أشخاص سوريين مهندسين وغير مهندسين وعمال لحتى يخدم أطفالنا، لحتى يعطي يعني الآلية للأساتذة اللي موجودين معنا والكوادر العظيمة واللي تحملتنا كل هالفترة كرمال انهم. اليوم فتحنا مدرسة فهد راعي، هاي المدرسة بتسع لأكثر من 1200 طالب على فوجين، وطبعا في فكرة توسعية إلى إن شاء الله. حاليا بتضم 22 صف مدرسي بالإضافة لمختبر ومكتبة، بنيت على مساحة كبيرة، كمان بتضم ملاعب، ملعب كرة قدم وملعب كرة سلة. تم جمع التبرعات بالبداية لبناء هذه المدرسة وضاعفنا ميزانيتها لحتى تكون مناسبة أو تتسع لكل هذا العدد من الأطفال. طبعاً ساهم ببناء فريق لهم تطوعي بالإضافة لجمعية أدوات الخيرية، وكل هذا الشيء كان من تبرعات فردية من أشخاص فرديين، طبعاً كمان ما بننسى أهل فلسطين، فلا قدرنا أن نكمل مع الأطفال ونبني لهم مستقبلهم. فنحن على طريق الثورة نزرع من أجل أن نحصد ونعمل على البذار والغراس حتى يصبح ثمرا يانعا يبني الوطن في مستقبله وقادم الأيام. استقطاب الطلاب المنقطعين عن الجامعات والتي شردتهم آلة البطش الأسدي، فاستطاعت بعون الله وتوفيقه ودعم الكثير من الأخوة السوريين الشرفاء. فنجد لا قيمة للمشروع ولا منتج حقيقي له، ولكن أفضل ما يمكن أن نقوم به وأن ندعمه وأن يدعمه المجتمع والمنظمات هو الاستثمار في التربية والتعليم، في بناء العقول من أجل أن تكون بذرة من أجل المستقبل، من أجل تغذيه هذه العقول الطرية الناعمة بقيم الثورة، بقيم الإسلام، بقيم الشرف. الله يعطيكم العافية يا شباب. استنوا شوي.